مشاكل كثيرة يمكن أن يوقظها يعني إقليم كاتالونيا. على كل لهذا الموضوع بعد رياضي ستطلعنا عليه ناتالي. نعم يوسف، في ظل هذا الانفصال المحتمل يبقى السؤال الأكبر، ما هو مصير الكلاسيكو الأعظم في عالم الكرة الحالية وهو الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة؟ نعم كان هناك قلق، لكن خسارة القوميين في الانتخابات ربما تقلل من هذا القلق، لكن ما زال يعني هناك احتمالات خفيفة. نعم، ففي حال تم هذا الانفصال فطبعا الدوري الإسباني سيخسر هذا الكلاسيكو وستصبح برشلونة تنتمي إلى دولة مستقلة، وعلى برشلونة أن يلعب في دوري آخر إلى جانب فريق إسبانيول الذي أيضا يعتبر كاتالوني وفريق ريال مدريد الذي سيكمل مسيرته في الليغا، لكن الليغا ستفتقد إلى هذا الكلاسيكو الأعظم الذي يشاهده 700 مليون شخص في كل سنة. إذن كان هناك احتمالات أن يلعب في الدوري الفرنسي إذا منفصل الإقليم؟ نعم، هذا كان احتمال آخر، فالدوري الفرنسي يسمح في مشاركة فرق لا تنتمي إلى الحكم الفرنسي في الدوري الفرنسي، هذا يبقى احتمال، فمن سيرفض مشاركة برشلونة معه في الدوري إن كان الدوري الفرنسي أو أي دوري آخر؟ هذا القانون لا يطبقه القانون الإسباني، فكل فريق يلعب في الدوري الإسباني عليه أن ينتمي أو ينضم إلى الحكم الإسباني، وطبعا فريق برشلونة هو رمز الإقليم الكاتالوني منذ التاريخ حتى الآن، فزي الفريق يمثل ألوان العلم الكاتالوني، واللغة التي يتكلم فيها اللاعبين هي اللغة الكاتالونية، فمن موجب العقود الذي يوقعها اللاعبين هو أن كل لاعب من المتوجب عليه أن يتكلم اللغة الكاتالونية أو أن يتعلمها في حال لم يكن يجيدها. حتى الأجانب ميسي عليه أن يتعلم؟ نعم. سؤال آخر ينطرح حاليا أيضا هو حول مستقبل المنتخب الإسباني، منتخب إسبانيا بطل العالم وبطل صحيح. أوروبا، في صفوفه 7 لاعبين من لاعبي برشلونة ومن الكاتالونيين، وبغياب هؤلاء اللاعبين فطبعا فيكون مستوى الفريق سيتراجع، والألقاب من الممكن أيضا أن يخسرها وأن يدافع لم يتمكن من الدفاع عنها، فأكبرهم طبعا تشافي وإنيستا وكل اللاعبين جيرارد بيكي الذين ينضمون إلى برشلونة. ممكن أن يعتمد على ريال مدريد المنتخب الإسباني، وإن كان هناك من يحول من ريال مدريد لبرشلونة يعني لأسباب تطرحينها لنا. نعم، هناك البعض وبعض الأغنيات التي تؤلف حاليا حول بعض الناس الذين يغيرون من حبهم من ريال مدريد إلى برشلونة من أجل إرضاء حبيبتهم أو حبيبهم. نستمع إلى حسين الجسمي، ولحسين الجسمي منا تعليق بعد هذه الأغنية التي يعني أصدرها مؤخرا والتي يتغنى فيها بأنه سيغير فريقه من أجل حبيبته.